بعد إعلان بريد الجزائر عن فتح بعض مكاتبه بصفة استثنائية اليوم الجمعة عبر مختلف مناطق الوطن تزامنا وحلول شهر رمضان المبارك وتحسبا لعمليات دفع المعاشات والرواتب والزيادات المترتبة عنها، رصدت كاميرا النهار عبر مختلف مناطق الوطن على غرار ولايات برج بعلريج الجلفة وجيجل رصدت توافدا كبيرا للمواطنين خاصة المتقاعدين منهم لسحب معاشاتهم، حيث اعتبر أغلب المواطنين أن فتح مكاتب البريد بصفة استثنائية اليوم الجمعة من شأنه تخفيف الضغط على مراكز البريد خلال الأسبوع المقبل. شبكة مراسلين رصدت التالي. من مزية وشني كثر خير من حمالتهم ونستحسن ثاني المعامله هنا ثاني مع المواطنين وتاع معامله قمه الله يبارك بالجمعه الله يبارك والله يعطيهم الصحه نخرجوا في دراهمنا يعطيهم الصحه والله قا يعطيهم الصحه بارك الله فيهم. جماعه المكتب بريد المواصلات هنا بالنسبه لحاسي بحبح عاونوا جماعه بالنسبه للقفا من جماعه اي وقت اي ازمه ينوضوا معنا شدنا وخلص وعطاونا درهمنا والحمد لله مبادرة زينة وخلصنا والحمد لله. بأمر المديرية العامة للبريد الجزائري قامت بتسخير كافة عمال البريد الجزائري اللي صب من حتى قاعد في هذا يوم المبارك يوم الجمعة بمناسبة حلول شهر رمضان. مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم وحرصا على خدمة الزبائن الكرام ارتئينا أنه العمل يكون في باستثنائي اليوم يوم الجمعة. قمنا بفتح مكتب القبادة الرئيسية على غرار مكاتب بريدية أخرى على مستوى ولاية جيجل، وقد كان هناك إقبال كبير من طرف المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح المكتب البريدي. مع دخول شهر رمضان الكريم تمت عملية التنسيق مع الإدارة المركزية لفتح مكاتب بريدية على مستوى ولاية جيجل وعلى غرار كل الولايات على مستوى الوطن. تمت يعني المرحلة الأخيرة من صب منحة تضامنية لشهر رمضان على مستوى ولاية جيجل. الله يعطيهم الصحة البي تي تي اليوم داروا لنا حاجة هدا باهية هم يعاونوا فينا في السلك باش ما يكونش كومبرومون هذه هي. البوسطة اليوم وليدي وهي رحمة ربي وشي عبها هو في رحمة ربي ورانا هانيين بانيين. اليوم مؤسسة بريد الجزائر وخاصة برج عجز فتحنا مكاتب استثنائية يوم الجمعة لتسهيل المواطنين لأخذ مستحقاتهم تزامن مع شهر رمضان الكريم. ما فتح بعض المكاتب البريدية على مستوى ولاية برج بعلريج تزامنا والشهر الفضيل لتمكين زبائننا من سحب معاشاتهم ورواتبهم بكل أريحية.